تقبل الله طاعاتكم مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم والحلقة المصيرية للأحبة المشتركين معنا في مسابقة وجيها بالحسين، من بعد ما كنا وإياكم وآلاف المتقدمين لهذه المسابقة، ثم 100 ثم 50 ثم 30 ثم 12 مشترك من الكبار وخمسة من الفتية، صديق ورفيق للبكاء وخادم في العزاء المتسابق صفاء الشغامبي من ميسان. هذه المسابقة أضافت لي من خلال تجربتي ومن خلال المراحل الماضية استفدت الكثير، وتعتبر أهم تجربة في حياتي. هنالك علاقة وثيقة ومترابطة بين الخدمة وبين العمل، فإن الحسين عليه السلام علمني كيف أدافع عن المظلوم وأنصر المظلوم. يا أبا عبد الله، الحضور الجميل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجبا لقلبي عجبا لقلبي وهو يألف حبكم لما لا يذوب، عجبا لقلبي وهو يلف حبكم لما لا يذوب بحرقة الأرزاء، وعجبت من عيني قد نظرت إلى ماء الفرات فلم تسل في الماء، وألوم نفسي في امتداد بقائها، إذ ليس تفنى قبل يوم فنائي، ولوم نفسي في امتداد بقائها، إذ ليس تفنى قبل يوم فناي، ما عذر من ذكر الطفوف فلم يموت، ما عذر من ذكر الطفوف فلم يموت، فلم يمت حزنا بذكر الطاء قبل الفاء، حزنا بذكر الطاء قبل الفاء، جزاكم الله. حسنت حسنت. لمن هاي المقطع؟ لمن المقطع؟ الأبيات لصالح الكواز. كواز رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. فهي لكل خادما للحسين أن يتأسى بالعليلة. سلام الله عليها. كن صديقا، كن رفيقا للبكاء، ابك وانحب حزن زينب كربلاء،
كن صديقا كن رفيقا للبكاء، ابكي وانحب حزن زينب كربلاء، لابن فاطم انت خادم في العزاء، لابن فاطم انت خادم في العزاء، لسلامة الجميع ولتعجيل في فرج صاحب العصر والزمان. اسمعونا صلاة بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سهل مخرجهم. كن صديقا كن رفيقا للبكاء، نعم نعم، ابكي وانحب حزن زينب كربلاء، كن صديقا كن رفيقا للبكاء، ابكي وانحب حزن زينب كربلاء، لابن فاطم أنت خادم في العزاء، لابن فاطم أنت خادم في العزاء، في العزاء احفظ جزاك الله خير. كن صديقا كن رفيقا، لا تلطم الله يجزي خير، اسمع مني، كن صديقا كن رفيقا للبكاء، ابكي وانحب حزن زينب كربلاء، لابن فاطم انت خادم في العزاء، لابن فاطم انت خادم في العزاء، في العزاء، كن صديقا كن صديقا كن رفيقا للبكاء، ابكي وانحب حزن زينب، ابكي وانحب حزن زينب كالعزاء، لابن فاطم لابن فاطم انت خادم في العزاء، في جيت المغرب اذا صار ثقيلة، جيت المغرب اذا صارت ثقيلة، بها اذكر قعدة الباب الطويلة، بها اذكر قعدة الباب انتظار بالمثل تعيش ما تميل، احسبن لك سفرة وعذاب من تحس تطيح، ويا الشمس لو تطيح وما يجاوب، ذا تنشد السؤال عالبعد، شقد بكيت وشقد بكاو، شقد بكيت وشقد بكاو، ابكي واذكر من بقت
معلولتين بالانتظار وانكسر حتى تذق طعم الأسى والانكسار. أبكي وأذكر من بقت معلولتين بالانتظار وانكسر حتى تذق طعم الأسى والانكسار. عش عليلة عشقتي لن بالأنين، كن غريبة كن خضيبة كل حين، واقض دهرا واقض عمرا اقض دهرا كالحزين، واقض دهرا اقض عمرا كالحزين كالحزين. سنت يا ملا صفاء. الله الله. نعم نعم. القصيدة للسيد علي المدني، أما الشعبي فللشاعر مرتضى حرب. أحسنت يا حبيبي. أحسنتما. شكرا. أحسنتما. لك موفق إن شاء الله. نعم سمعت الشيخ الطائي، تفضل مولاي. حبيبي ملا صفاء أحسنت كثيرا، بارك الله بك. جزاك الله خير. أنت موفق وأشوفك من الأصوات المهمة جدا في هذه المسابقة. الله يحفظكم. ومن الأصوات المهمة جدا على مستوى الإعمار إن شاء الله، وعلى مستوى لله. العراق مستقبلا. ولكن هذا الأمر يحتاج لصقل للموهبة، صقل الموهبة وصقل الصوت، وهذه القدرات اللي فهمناها من أساتذتنا كان يعلمونا أنه كثرة السماع والاستماع والدقة في فهم كل التفاصيل المعنية بهذا الفن. بارك الله بك. أحسنتم. أستاذنا أبو أحمد تفضلوا. حبيبي ملا صفاء أحسنت. حبيبي موفق إن شاء الله. أنا تقصدت أسألك عن المقطوعة إلمن، لأن الأبيات مو جديدة، يعني ما أدري ليش، ما أعرف أنت ما محضر زين أو ما قاريهم ما مراجعهم زين. يعني أنت بداية عجبا لقلبي وهو يألف حبكم، أنت قلت حبكم، وهذا طلعت عن الوزن والتفعيلة الكاملة للبحر اللي مكتوب عليها القصيدة. حرك أستاذنا حبكم ساكنة حتى أيه. فليش سألتك يعني إذا الأبيات مو جديدة يعني النف أي لا، حتى بعدة مواطن رغم هي أربع أبيات أو ثلاثة أبيات، الظاهر أنت ما أعرف ما محضر أو تعبان شوية، وهذا التحسس مأثر عليك. حرك القصيدة بهذا الشكل عموماً. نعم. فموفق يا حبيبي إن شاء الله. أحسنت. التوفيق لك. ملا قحطان البديري تفضل أستاذنا. ملا صفاء. ملا صفاء حبيبي طيب الله أنفاسك، أنت رادود، وصلت بجهد وعناء وتعب حقيقة حتى وصلت بإنصاف إلى هذه المرحلة. كنت أؤكد على موضوع مهم جدا يا ملا صفاء، وهو حتى تكون أنت رادود بقيادة مجلس بأكمله يجب أن تكون هنالك ضابطة إيقاعية، يعني الرادود إذا لم يكن للطام ما من الممكن أن يقدر يقود المجلس. واحدة من المقومات الأساسية حتى نستطيع أن نطلق على صاحب الحنجرة الجميلة هي الإحاطة بشيء اسمه إيقاع وإحساس المتلقي، فاهم علي؟ فدي أروح لك. أما بالنسبة إلى السوزناك وهذا المقام الجميل وعلى قولتهم الرست المحجز زين، ركوزاته بداياته ونهاياته، ولكن كنت أتمنى يعني دخول الأبيات عرفت يعني هذا إيقاع لطم يعني مرتاح، والتحويله مرتاح به. عموما هذا يعني أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأن أساس المجلس وحتى لا يوضع لا لا يعني لا يذهب جهد الشاعر سدى قضية ضبط الإيقاع. لا متقيد بالقراءة، لأن لا ما متقيد أنت. لا متقيد من جانب أنه قلت لك أنه موجود تحسس عندي. صدقني من بداية ملا صفاء لو أستشعر بأنه التحسس مأثر عليك شا قلت لك التحسس، بس خامة صوتك نظيفة، المسار الصوتي صح،
جاي يطلع عندك. التحسس وين يكمن؟ يكمن إذا كانت هنالك جفاف في الوتر. من أديت أنت بمقامات كبيرة لم يكن هنالك جفاف، هذا صدقا وأمانة يا حبيبي موفق إن شاء الله. أنت مستارنا. نعم المسك الحبيب. طيب الله أنفاسك والله صفاء. لحن لحنك اللحن واضح أنه ليس لحنك. لا أن أنت ما عارف إيقاعه وتحويلاته مربكة جدا، وكذلك في المستهل قرأته بأكثر من شكل، بحيث أنه رغم أن أنت كررته ثلاث مرات غير كل قراءة النثرية، إلا أن أنت قرأت بأكثر من شكل، يعني ما كنت راكز على النغم، وهذا يشوش المستمع بالنتيجة وما يخليه يحفظ لحنك، فما كان واضح. ثم هناك إشارة، الملحن والشاعر لهما صلة بالوزن، وإذا ما كان مدرك وعنده ثقافة وزنية ما يكون عنده ثقافة لحنية، لأن هناك ترابط وثيق جدا. وهذه القصيدة حتى لو كانت مشكلة مسبقا كان عليك أن تعرف الخلل باللحن، يعني اللحن يكشف لك الخلل في الوزن، لأن يصير سماع ويصير واضح. بارك الله بيك وأثابك الله إن شاء الله وجيها بالحسن. أحسنتم، شكرا للجنة. كنت محتار صفاء الشغامبي شختار لك من آيات سيد فاقد، قال لي والصفات صفى، لكن أقول وأنهار من عسل مصفى. ما شاء الله، صحيح أستاذ مصطفى؟ شكرا لك يا حبيبي، الله يبارك فيك إن شاء الله. موفق إن شاء الله. فعلا كانت الملاحظات في محلها وملاحظات قيمة ونستفاد منها إن شاء الله. ولكن بخصوص الملحن فإنه يمتلك ثقافة وزنية، وبخصوص صوتي فأنا أعاني من مرض منذ بداية المسابقة، قبل المسابقة بأشهر، والحمد لله